على بالي كامل الامهات وربات البيوت يفتشوا على لي غوسات تاع لي غاطو اللي يشدوا لهم كامل الاسبوع. وعلى هذا جبت لكم اليوم هاد الحلوه الجافه اللي بزاف اقتصاديه رايحه تكون غير بالزيت. بقاو معايا نروحوا مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا بسم الله وعلى بركه الله، في وعاء كبير رايحه نحط 3 حبات بيض اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وكاس غير ربع سكر عادي. هنا اللي يحبوا الحلاوه يقدروا يروحوا حتى الكاس، وسعه الكاس 220 مللتر. ونضيف الفاني. هنا لافاني في حلوه الزيت بزاف مهمه، لازم تستعملوا نوعيه جيده. انا استعملت نوعيه اغون بلس. وخطوة تانية مهمة، الحلوة تاعكم ولا الحلوة تاع الزيت لازم تضربوها بالمضرب الكهربائي باش تجينا خفيفة ومهوية. رايحة نضرب كل المكونات مع بعض جيدا حتى يتكاثف ويولي لون الخليط تاعنا أبيض. وبعد ما جازت حوالي 4 دقائق ولا 5 دقائق وانا نضرب في هذاك الخليط، رايحة نبدأ نضيف الزيت نباتي. هنا رايحة نضيفوه على شكل خيط وفي نفس الوقت راني نضرب. وهاوليكم القوام اللي تحصلنا عليه. والان راح نبدا نضيف الفارينه. كما على بالكم الفارينه لازم تكون مغربله، ونبدا نضيف الفارينه بالتدريج. وراح نضيف معها كيس ونص تاع خميره حلوى او خميره كيميائيه وزن 15 غرام، يعني حنديروا علبه كامله ونضيف مغرف صغيره من العلبه الثانيه. ونبقى نخلط باطراف الاصابع، وراني نضيف في الفارينه غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه. وهنايا شوفوا القوام تاعها، شوفوا كيفاش يجي القوام هكذا باش تجيكم الحلوه تاعكم هشيشه وتجينا مقرمشه من برا وطريه من الداخل. لازم تخلوها طريه بهذا القوام. من بعد رايحه نجيب الجلجلان. هنا الجلجلان البنات اختياري، والجلجلان تاعكم الاحسن يكون محمص شويه. وكما قلت لكم اللي ما يحبش الجلجلان يقدر ما يعملوش، من بعد برك يغبروا بسيكرو غلاس، هذا ما كان. ونبدا نشكل العجينه تاعي. راح نعملها ديبول يكون الوزن تاعهم 25 غرام، يعني اذا حبيتوهم حبيبات يكونوا كبار ديروا 25 غرام، اذا حبيتوهم حبيبات يكونوا صغار ديروا حتى 20 غرام. هكذا مباشره راح نرمدهم في الجلجلان. تقدروا تاني ترمدوهم في مكسرات شويه كاوكاو ولا لوز. هكذا كما راكم تشوفوا الحلوه تاعي راهي تتغطى فاصيلمو بالجلجلان. وعلاش؟ على خاطر راهي طريه، لو كانت تيبسوا العجينه تاعكم ما تترمد لكمش، يعني لازم تغمسوها في بياض البيض. بعد ما كملت شكلت كامل الحلوه تاعي وحطيتها في الصينيه بعد ما غلفتها ولا غطيتها بهذاك البابي كويسون. وهاد الحلوه ما تلصقش، تقدروا تحطوها مباشره فوق سنيوه. ونجيب اي حاجه اللي يعني اللي تعطيكم الشكل اللي يساعدكم باش نتقبوا بها الحلوه. انا عملت هاد تاع العسيله حطيتها في الفارينه، ونجي نعمل ثقب في وسط الحلوه وندخل الحلوه تاعي للفرن. الفرن لازم يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. ندخل الحلوه تاعي للفرن حوالي 5 حتى 7 دقائق، من بعد نجبدها ونعاود نثقبها كذا باش ما يتخسرناش الشكل تاعها. وبعد ما دات هذيك التحميره الشابه الله الله خرجتها من الفرن، ونعمر هذوك الفراغات تاعي بسوبر كريم بذوق الفريزه. وهاد سوبر كريم بذوق الفراز تجي بزاف بنينه ويحبوها دراري صغار، وسيغتو بذوق الكرز تانيك غراف بنينه. هكذا بمغرف صغيره نعمر كامل الحلوه تاعي. ونعاود نذكركم باللي هالمقادير اللي سبق لي وذكرتها، يعني بكاس غير ربع تاع زيت حضرنا حلوه جافه رائعه تجي بزاف بنينه مع قهوه حليب. هنا حبيبات غبرتهم بسيكرو غلاس ومن بعد زينتهم بسوبر كريم. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، اكيد نقص معكم حبه باش تشوفوها. شوفوا البنات بزاف مقرمشه وبزاف بنينه، نتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بها. وما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفة جديدة دائما على نفس القناة وفي نفس الموعد، وفي أمان الله.